صباح نور بروفيسور. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا لك بروفيسور. يعني تداعيات فيروس كورونا على الحمل بدأت يعني تظهر بأكثر فأكثر. لنبدأ بما كشفه بعض العلماء بأن فيروس كورونا اكتشف أيضا في بعض الأجنة، هل ممكن أن تفسر لنا أكثر؟ هو في الحقيقة هذه الدراسة الأخيرة حسمت جدلا حول بعض مضاعفات كورونا لدى المرأة الحامل. كان السؤال عند ولادة جنين ميت، هل الوفاة كانت بسبب إصابة الجنين أم لسبب آخر؟ بعض العلماء قاموا بتشريح العديد من الأطفال الذين ولدوا ميتين، ووجدوا أن الفيروس موجود داخل بهذه الجثث، ولكن الآن انقلبت المعادلة بعد إجراء دراسة كما قلتم دهمت 12 دولة، وبعد تشريح عدد من المشيمة لولادات ميتة، اتضح أن سبب الوفاة هو أن كورونا تستهدف المشيمة وتقوم بغزوها وتدميرها، وبالتالي الذي يقع هو أن المشيمة هي التي تموت أولا، وبعد ذلك يختنق الجنين ثم يموت، وبالتالي فالاحتمال الأكبر الآن لوفاة الجنين هو إصابة المشيمة بتلف بالغ خلال الحمل من طرف فيروس كورونا. إذن هذا هو الجديد في هذه الدراسة، ولكن هذه الدراسة هي تهم فقط متحور دلتا ولا تهم متحور أوميكرون، لأن أوميكرون حديث الظهور ولا نعرف بالضبط هل له نفس التأثير على الحمل وعلى الأجنة وعلى المشيمة. نعم، يعني بروفيسور، ما هي نسبة انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى الجنين؟ هل تم رصد هكذا حالات حتى الآن؟ أولا هذا الانتقال هو ممكن لكنه نادر جدا، ويتم عبر المشيمة داخل الرحم، هذه طريقة من طرق الانتقال، قد ينتقل خلال الولادة وقد ينتقل مباشرة بعد الولادة من خلال احتكاك المولود الجديد مع الأم المصابة. غالبا عندما يتم داخل خلال الحمل يتم عند نهاية الحمل، بمعنى أنه خلال الفصل الثالث وإذا كانت الإصابة شديدة، ولكن كما قلت لك هذا استثنائي جدا، لا يمكننا أن نتحدث أمام قلة الحالات عن كورونا الولادية كما نتحدث عن الزهري الولادي مثلا. هناك حالات متناثرة عبر العالم تم خلالها البرهنة على أن الفيروس قد ينتقل إلى الأم، ولكنها على عدد رؤوس الأصابع. أول حالة تم نشرها كانت في 14 يوليوز 2020 بفرنسا لطفل ولد في 20 مارس 2020. أثبتت التحاليل أن الفيروس موجود لدى الأم وفي المشيمة وفي السائل الأمنيوسي وفي الحبل السري وفي عند المولود الجديد، وبالتالي كان هناك دليل على إمكانية هذا الانتقال. وكما قلت لك فهذا الانتقال هو نادر جدا واستثنائي جدا لدرجة أننا لا يمكننا اعتماده. نعم، في دراسة نشرت الأسبوع الماضي في دورية أرشيف علم الأمراض وطب المختبرات، تبين أن الكثير من حالات الإصابة بكوفيد-19 عند السيدات غير المحصنات تسببت في تدمير أكثر من 90% من المشيمة أو البلاسنتا. برأيك، يعني فسرنا أكثر بروفيسور، ما هو سبب هذا التلف الذي ممكن أن يؤدي إلى قتل الجنين خنقا؟ السبب هو أن المشيمة
الآن ثبت أن فيها مستقبلات لكورونا على عكس الجنين. الجنين عندما يتم تشريح أعضاء الجنين نجد أن هذه المستقبلات توجد فقط في الأمعاء والكلي، وبالتالي بما أن الكلي محمية تشريحيا بشكل جيد فالجنين قد يصاب عبر الأمعاء من خلال ابتلاعه للسائل الأمنيوسي، نعم وهذا نادر جدا كما قلت لكم. وبالتالي فالفيروس يركز على المشيمة لأنها تحتوي على هذه المستقبلات. هذا شكل عمل استغرابا للخبراء الذين توصلوا إلى هذه النتيجة، وبالتالي تم تفسير اختناق الجنين بكون أن هذا نعم الغزو للمشيمة يتسبب في ترسب الفيبرين في التهاب كبير داخل المشيمة، وعندما يهم 90% من المشيمة والمشيمة تلعب دورا حيويا للجنين نعم فإن ذلك يمنع تدفق الدم وبالتالي تموت أنسجة المشيمة، وكنتيجة لذلك يموت الجنين بسبب تضرر المشيمة وليس بسبب وصول الفيروس إليه. وفي رأيي أنه لا داعي للاستغراب، فإذا كانت كورونا تستهدف لدى الشخص الراشد الرئتين بالخصوص فهي بقيت وفية لنهجها عند الجنين، فهي تستهدف المشيمة والمشيمة هي رئة الجنين طبعا داخل رحم أمه، إذن هناك تشابه بين بين الاثنين خطورة الكورونا لدى الشخص الراشد ولدى الجنين. دائما تستهدف كورونا في الغالب العضو الذي ينهض بوظيفة التنفس. بروفيسور، بحسب دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية قبل تلقي الحوامل للقاح، يعني الإصابة بكوفيد 19 زادت من مخاطر التعرض لمضاعفات الحمل الشائعة بنسبة 95%، وأنه عند مقارنة النساء اللواتي أصبن بالفيروس بغير المصابات كانت المجموعة الأولى أكثر عرضة للولادة القيصرية بنسبة 29% أو المبكرة بنسبة 50%. ما هو تأثير كوفيد 19 على هذا الأمر برأيك؟ هو لابد أن نميز بين عدة مراحل في مسار كوفيد 19 لدى الحوامل. عندما كنا بصدد السلالة الأصلية لوهان كانت الحوامل مستثنيات من الإصابة، وكانت الإصابات نادرة جدا لدرجة أن بعض العلماء الأمريكيين في لوس أنجلوس قرروا علاج الرجال الذين يعانون من كوفيد بالهرمون الأنثوي البروجستيرون، هرمون الحمل، لدرجة أن الحوامل كانت نسبة الإصابة ضعيفة. ولكن مع ظهور المتحورات وبداية من متحور ألفا وبالخصوص عند ظهور متحور دلتا أصبحت الإصابات شائعة في صفوف الحوامل، خصوصا أنهن كن قد استثنين من عملية التلقيح في البداية، بدأنا نسجل حالات وفيات لدى الحوامل رغم أنهن في سن الشباب. متحور دلتا يتسبب في إصابات شديدة مقارنة مع ألفا ومع النسخة الكلاسيكية، هو يسبب ارتفاعا في نسبة الدخول إلى المستشفى، يتسبب في ظهور أمراض كامنة خلال الحمل كالسكري، وعند ذلك هو يضاعف خطر الوفاة 5 مرات. كذلك إذا ما ترافق مع ارتفاع لضغط الدم فهو يضاعف 64 مرة خطر الوضع تحت آلات التنفس الاصطناعي، ويضاعف خطر الولادة المبكرة مرتين. كورونا تتسبب في ارتفاع الضغط، في تسمم الحمل، وبالتالي كل هذا يؤدي إلى أن يقرر الطبيب إجراء عملية قيصرية مبكرة لاستخراج الجنين قبل فوات الأوان،
نعم ومع كل المضاعفات التي تترتب عن الولادة المبكرة. إذن كورونا تتضمن كل هذه المخاطر، منها أيضا مخاطر سوء نمو الجنين، وبالتالي لتفادي موت الجنين نقوم أحيانا باستخراجه قبل الأوان لإعطائه فرصة للحياة. إذن هذه هي المشاكل بصفة عامة التي تتسبب فيها كورونا نعم للحوامل. بروفيسور، في الختام وباختصار لو سمحت، هل يمكن التأكيد على أن الأعراض الأسوأ تحدث عادة للنساء اللواتي أصبن بكوفيد 19 بالثلث الأول أو الثاني من الحمل، وما هو السبب؟ هو أشد الأعراض تظهر عند نهاية الفصل الثاني وبداية الفصل الثالث. المهم من كل هذا هو أنه عند بداية الفصل الثالث يجب أن تكون المرأة الحامل ملقحة، لأنه مع التقدم في الحمل يرتفع حجم الرحم، وبالتالي يضغط على الرئتين ويزيد في التقليص من كفاءة وظيفة التنفس لدى المرأة الحامل، وبالتالي تطرح مشاكل إذا ما أصيبت المرأة في الفصل الثالث من الحمل من حيث وضعها تحت التنفس نعم الاصطناعي، لأنها تحتاج كميات وافرة من الأكسجين لها ولجنينها. كذلك من الصعب وضعها على بطنها كما نقوم به في الحالات الأخرى، ولكن هذا كان مع دلتا، الآن مع نعم أوميكرون ننتظر يعني دراسات جديدة. من الأفضل للحوامل أن يقبلن على التلقيح قبل الحمل، بمعنى أن التمنيع هو يمنع تقريبا كل هذه المضاعفات نعم ويمنع الإصابات الوخيمة ويقلل من خطر الوفاة لدى الحامل. ما نلاحظه أيضا أن الحوامل يترددن كثيرا في تلقي اللقاح اللقاحات نظرا لقابليتهن صح للتأثر بالشائعات وبما يروج على مواقع التواصل نعم الاجتماعي. شكرا شكرا على هذه المشاركة، الأستاذ في كلية الطب والصيدلة في الرباط والباحث في السياسات الصحية بروفيسور خالد فتحي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من الرباط. شكرا جزيلا.